السلام عليكم ورحمة الله أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي الكرام في كل مكان، معكم من محافظة جنوب سيناء مع الأستاذ الفاضل عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء والقائم بأعمال مدير المديرية. بنرحب بسيادته في بداية العام الدراسي الجديد، وهيوضح لنا حالا من خلال هذا البث المباشر الإجراءات التي سوف تتبع على مدار العام داخل المدارس وكيفية استعدادات مدارس جنوب سيناء لاستقبال الطلاب. والمقرر أن ينطلق ماراثون العام الدراسي بمحافظة جنوب سيناء غدا الأحد. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عادل. أهلا وسهلا يا فندم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية السؤال اللي بيبقى شاغل دايما أولياء الأمور هو الكتب الدراسية، هل هي خلاص توفرت في المدارس؟ طب وهل هي هتبقى متوقفة على دفع المصروفات، وهل هيتم تقسيط المصروفات ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل السادة أولياء الأمور وأبناء الطلبة بخير، وإن شاء الله يكون عام دراسي متميز وجيد. بالنسبة لسؤال حضرتك، بالنسبة للكتب المدرسية، إحنا عندنا المراحل رياض الأطفال نسبتها 100% موجودة عندنا، الابتدائي نسبته 100%، المرحلة الإعدادية تخطت 70%، والسبب فيها إنه في تغيير، عارفة طبعا في تغيير في منهج الإعدادي، فالكتب اتغيرت اتأخرت بعض الشيء في المرحلة الإعدادية، لكن باقي المراحل الصف الثاني والثالث موجودة إن شاء الله، وهتبقى موجودة ومتاحة للأولاد. المرحلة الثانوية طبعا عارفين إنها بتنزل إلكتروني، والتعليم الفني نسبته 100%. أما الكتب المترجمة فدي بيبقى فيها اللي هي في المدارس الرسمية اللغات، ودي بيبقى فيها أريحية بالنسبة لولي الأمر، عاوز يدفع الرسوم المقررة لها ويجي نجيبها له أهلا وسهلا، عاوز يجيبها من بره بيجيبها من بره، ودي مفيش فيها مشكلة. كده يبقى الكتب بالنسبة لنا مفيش فيها أي مشكلة. نيجي للمصروفات، المصروفات زي العام الماضي، المراحل الأولى اللي هو داخل أولى ابتدائي أو داخل أولى إعدادي أو داخل أولى ثانوي بشقيه الفني والعام، بيدفع ولي الأمر المصروفات عشان يقدر يدخل ابنه المدرسة في المرحلة الأولى. بكده بيتبقى عندي الصف الثاني والثالث بالنسبه للمرحله الثانويه فني وعام، وعندي الثاني والثالث برضه في الاعداديه، وعندي من الصف الثاني لحد الصف السادس في معوده عندنا في شقين. الشق الاول ان انا عندي ابناء العاملين بالتربيه والتعليم، ودول لهم اعفاء 50%، ويستطيع ايضا زميلنا ولي الامر اللي شغال معاه في التربيه والتعليم يدفع 50% على اقساط، يعني ممكن يدفعهم على اسره كما كانوا متبع العام الماضي. الجزء الثاني الناس الثانية الفئة الأخرى، وهي فئة المستثناء. فئة المستثناء طبقا للقانون وطبقا للقرار الوزاري، حد على سبيل المثال للحصر أبناء الشهداء أو أبناء المطلقات والأرامل إلى آخره مما ذكرهم القانون، دول بيدفعوا المصاريف المقررة بالقانون، وده بيبقى مبلغ صغير جدا بيدفعوه، والباقي بيبقوا معفيين منه بقوة القانون والقرار الوزاري اللي موجود. أولياء الأمور العاديين دول بيدفعوا المصروفات ممكن تصل الأقساط إلى 3 أقساط، يعني ممكن يدفع قسط ويروح يدخل المدرسة عادي ويستلم كتبه عادي خالص، وبعدين يدفع القسط الثاني، وبعدين يدفع القسط الثالث. لكن في النهاية إجمالا اللي أنا عايز أقوله أنه لا يوجد أي تعليمات من شأنها عدم استلام الكتب او ربطها بدفع المصروفات، وبالتالي جميع الطلاب يستطيعوا ان يحصلوا على الكتب بتاعتهم اعتبارا من اول يوم في العام الدراسي الجديد ان شاء الله. في عندنا حاجه كمان مهمه قوي، ان احنا عندنا بعض الناس اصحاب الخير عملنا حصر لغير القادرين، والحمد لله في بعض الفئات واللي ما بيحبوش ان احنا نذكر اسمهم، وبعض الجمعيات اللي بتشاركنا زي حياة كريمة أو زي مصر الخير أو جهات أخرى بتبدأ تدفع المصروفات لبعض أولادنا الغير قادرين. تمام، ده بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي بالنسبة للتضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مجالس أمناء كل إدارة وكل مدرسة وعلى مستوى المديرية. تمام، طب هننتقل لجزئية أخرى وهي سد العجز. طبعا المديريه حضرتك يا فندم اعلنت ان تم الاستعداد خلاص وكل حاجه تمام، هنتكلم على شق سد العجز في المدارس من المعلمين.
لأول مرة يمكن ده ما حصلش قبل كده، أو على الأقل في الفترة اللي أنا شغال فيها في التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم يجتمع مع مدير المدارس شخصيا بنفسه، وتعليماته كانت واضحة وصريحة أن مدير المدرسة وزير في مدرسته، وزير للتربية في مدرسته، بمعنى إنه مسؤول عن سد العجز ومسؤول عن إدارة كل شيء داخل المدرسة. وكانت التعليمات إن العجز اللي موجود يتم سده، أنا عايز فصل بالمختصر المفيد، أنا عايز فصل أقل من 50 طالب، وفي نفس الوقت يكون قدام الفصل معلم لكل مادة أساسية موجودة. ربما يكون هناك بعض العجز في الأنشطة وهذا وارد، لكن أنا أعد الجميع أنه طبقا لتعليمات معالي الوزير وطبقا للإجراءات اللي احنا أخذناها وطبقا للإفادات الواردة من السادة مدير الإدارات التعليمية أنه قد سد العجز في جميع المواد الأساسية على مستوى المحافظة. تمام، هو ده اللي ولي الامر بيبقى بيدور عليه، اللي هو المواد الاساسيه، كل بيبقى كل شغل الشاغل هي المواد الاساسيه. احنا عملنا كل الاجراءات اللازمه لده وفتحنا الباب، والوزاره لم تألو جهدا ولتخده، ورفعت الحصه من 20 ل 50 جنيه، والناس كلها الناس اللي تنطبق عليها الشروط تقدمت، والادارات افادت بانه قد تم سد العجز. اللهم الا في بعض ادارات معينه ربما يكون هناك بعض العجز الخفيف جدا زي إدارة نويبع التعليمية أو إدارة كاترين التعليمية، وكلنا عارفين نظرا لبعد المسافات اللي موجودة وعدم وجود خريجين فيها ممكن يتقدموا للعمل في هذه المدارس، ربما يكون ذلك، لكن احنا بنحاول نتغلب عليه بأن احنا بننقل الناس الأصليين للمدارس اللي هي فيها عجز دي، بحيث إن يبقى المدينة بس هي اللي متاح فيها إن احنا نتعاقد فيها بالحصة عشان نقدر نسد العجز، لكن إجمالا بنسبة أكثر من 99% قد تم العجز على مستوى جميع الإدارات التعليمية. والنهارده السبت أنا بقول الكلام ده، والدراسة بكرة إن شاء الله. خطوات إيجابية من سيادتك يا فندم فعلا لسد العجز في المناطق النائية. طب هننتقل بقى للتجهيزات المادية واللوجستية من حيث عوامل الأمن والسلامة في المدارس، تجهيز الأفنية، تجهيز الفصول، محيط المدارس، كل ده تم بالفعل وحضرتك أعلنت عنه قبل كده على صفحة المديرية. الإجراءات بقى اللي اتبعت لكده علشان أبقى أنا كولية أمر حاسة إن ابني داخل المدرسة في أمن وأمان، متوفر له كافة الإمكانيات، الكلام ده كله. شوفي حضرتك، إحنا بنشتغل في التربية والتعليم على محورين، محور فني وده بيبقى تعليماته بتصدر من السيد الوزير وزير التربية والتعليم، وده احنا اتكلمنا فيه اللي هو سد العجز والكتب الدراسيه والتعديل في المناهج والقرارات الوزاريه اللي نزلت ورفع بعض المواد والمواد تبقى عددها اقل. شق تاني اداري وهو الشق المحلي اللي هو بيبقى بيشرف علينا فيه وبيدينا التعليمات فيه معالي اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء. ولاول مره اعتقد برضو للمره الثانيه بقولها ان تشكل لجنه قبل بدايه العام الدراسي بشهر برئاسه معالي السكرتير العام السابق اللواء احمد الاسكندراني، وتحركنا في مجموعات عمل من التربية والتعليم والصحة وكل المعنيين بالموضوع، ولفينا على المدارس. مش عايز اقول لحضرتك ان احنا رحنا لحد النهايات واقصى المدارس اللي موجودة داخل وجير الجبلية للوقوف على اهم السلبيات واهم الايجابيات اللي موجودة داخل هذه المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد. وكان من ضمن اللجنة المشكلة كان السيد مدير هيئة الابناء التعليمية بجنوب سيناء، وفعلا تم حصر هذه المشكلات اللي كانت موجودة والإيجابيات اللي احنا هنبدأ نعمل عليها، وتم تنفس من خلالها مثلا اللي كان بالنسبة للمية. طبعا عارفين ان فترة الصيف بيبقى ما فيش اولاد في المدارس، فالخزانات تم التنسيق وفقا لقرار معالي الوزير المحافظ وقرار اللجنة بالتوصيات بتاعتها، تم التنسيق مع مديرية الصحة وتم المرور على جميع الخزانات وتطهيرها طبقا للشروطات الصحية مع مداومة هذا التطهير بشكل مستمر وبإشراف كامل من مديرية الصحة. الحاجة الثانية، الأجزاء اللي كانت غير مؤهلة لاستقبال عام دراسي جديد نتيجة أي مشاكل في المبنى، الجزء اللي يخص التربية والتعليم اللي نقدر نصلحه عن طريق الحاجات البسيطة من الصيانة البسيطة، تم صرف 400,000 جنيه لعدد المدارس اللي موجودة عندنا وبدأوا يشتغلوا فيها. حاجة جديدة بقى أنا عاوز أضيفها، إنه بالأمس فقط وصل للمديرية فاكس من الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم بصرف 10,000 جنيه لكل مدرسة عشان تاخدهم مع بداية العام الدراسي الجديد على أساس تشوف أي حاجة ناقصاها تعملها.
ودي لاول مره برضو تاني بتحصل انه يتصرف مبلغ بهذا الكم. يعني اقصى مدرسه كانت بتاخد 3000 جنيه 4000 جنيه للصرفه البسيطه، لا هم صرفوا الصرفه البسيطه 400000 جنيه لاجمالا المدرسه كلها، لا انا هجيب 3 مليون 610000 ل 361 مدرسه الحكومي اللي موجوده عندي هنا هيتصرفوا ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم، هيجي لنا من الوزاره وهنصرفوا للمدارس عشان اي حاجه ناقصاهم يعملوها كمان. جميل جدا يا فندم، على الاقل المدارس تلاقي حاجه من بند الانشطه تصرف على الانشطه ان شاء الله. لا دي مش انشطه خالص، دي خاصه يا فندم بسيارات. عندي اي مشاكل في الصرف، عندي اي مشاكل في الميه، عندي اي مشاكل في الكهرباء، عندي اي مشاكل داخل المدرسه، الفلوس دي لا. اما الانشطه فالانشطه انا بقول للساده اولياء الامور زي ما اتكلمنا وقلنا ان الدوله عملت اللي عليها بانها قصت المصروفات وعفت الجهات اللي المفروض تعفى في من المصروفات، بقول للساده اولياء الامور وبكرر تاني ان انا اصلا واحد منهم، يا جماعه احنا لما بندفعش المصروفات احنا بناخد جزء كبير جدا من نشاط الاولاد ما بيقدروش يعملوه، لا بقدر اعمل لابنك رحله ولا بقدر اعمل له ندوه ولا بقدر اعمل له اسفره بره عشان يشوف معالم دولته ولا معالم بلده ولا بقدر اعمل له اي انشطه فعاله لان انا ما بجالوش فلوس. فلو سمحتوا المساهمه بتاعت حضرتك في انك بتدفع المصروفات بيرجع جزء كبير منها لابنك انه بيشارك في المصروفات. فاذا كنت عاوز عمليه تعليميه متكامله سواء في المواد الاساسيه او سواء في الانشطه، انا برجو حضرتك ان حضرتك تدفع المصروفات المدرسيه لابنك. والموضوع بقى بسيط ان احنا المبلغ اصلا مش كبير وبنقسطه على 3 مراحل. يعني انا مش عايز اقول الكلام اللي الناس كتير بتقوله ان الموضوع يعني مش جايب بقلب بتاع احنا كلنا بننفخها وملهاش لازمه، يعني فالموضوع بسيط جدا يا جماعه. معلش احنا الضغوط كلها موجوده لكن احنا بدات وزاره التربيه والتعليم انها تخفف الضغوط على كان اولياء الامور انها تدفع المصروفات على اقساط. طبعا انا لاحظت ومتابعه ان في تعاون مع مجالس المدن ان هم بيزيلوا اي اثار للاتربه في محيطات المدارس، بيتم تسويه الافنيه في المدارس، المدارس كلها دلوقتي بقت مستعده وجاهزه، متخطط الفناء بتاعها، الزراعات اللي فيها متظبطه، جاهزه تماما لاستقبال الطلاب بدءا من غدا ان شاء الله. اسمحي لي في النقطه دي ان انا اتقدم بكل الشكر والاحترام والتقدير للسادة رؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء، لأنه ما في رئيس مدينة تم التواصل معاه لعمل أي شيء يخص المدرسة إلا ويبادر فورا وعلى وجه السرعة، ودايما يقولوا كلمة واحدة دول ولادنا. فأنا بقدم لهم شكر جزيل، وطبعا الشكر موصول للسيد السكرتير العام اللي هو بيرأس هذا الفريق المحترم، وطبعا قائد المحافظه سياده اللواء دكتور خالد مبارك اللي مدي تعليمات واولويات للتعليم والصحه والتموين بمحافظه جنوب سيناء. ناخد الجزء اللي يخص التعليم، هناك اولويه واهتمام كبير جدا من معالي الوزير المحافظ بهذا الموضوع، والحقيقه كل الناس المكلفه في هذا الموضوع لا تألو جهدا ان احنا ان شاء الله السنه دي نبدا عام دراسي مستقر ومتميز ان شاء الله. كم مدرسة عندنا هتستقبل بكرة طلاب، وكم عدد الطلاب اللي المفروض ان المدارس هتفتح ابوابها لاستقبالهم بداية من غد؟ شوف حضرتك احنا عندنا على مستوى المحافظة مدارس خاص ودولي ورسم لغات وحكومي 381 مدرسة. هيضاف لهم السنة دي مرحلتين في مدرستين، مدرسة المروة المتميزة هيبقى فيها مرحلة إعدادي أولى إعدادي، والمدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء هيبقى فيها برضه مرحلة إعدادي، وكده يبقى 383 مدرسة لو حسبناها بالشكل ده. عندي مدرستين بدأوا النهاردة فعلاً، مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية في شرم الشيخ، ومدرسة الفيروز الرسمية بالهضبة، وده نظراً لأن مدرسة الفيروز الرسمية بالهضبة فيها إخلال وتجديد، فبتحضر في نفس المدرسة مع جيل أكتوبر الابتدائي، وبالتالي بيشتغلوا 6 أيام في الأسبوع، فبدأنا النهاردة إن شاء الله كان البداية الساعة 7:30 صباحاً، وهتنتهي الساعة 5:30 مساءً، وجميع الجهات. وعايز أقول هنا أنا بوجه شكر جزيل لسيادة اللواء مدير أمن محافظة جنوب سيناء ومساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، لأنه تواصل معايا شخصيا بنفسه وعن طريق مكتبه عشان يطمن على عدد المدارس اللي موجودة، ولو فيها حاجة ناقصة ولو فيها حاجة مين اللي هيبدأ النهاردة ومين اللي هيبدأ بكرة، بنفسه تطمن على العمليات التعليمية. فأنا بوجه له الشكر على هذا التنسيق وهذا التعاون على أعلى المستويات في محافظة جنوب سيناء.
وعدد الطلاب بقى اللي هيتم استقبالهم بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية سواء كان عام أو فني. حضرتك احنا عندنا عدد الطلبة حوالي 47,400 طالب في جميع المراحل المختلفة الموجودة على محافظة جنوب سيناء. وطبعا انا بقول حوالي لانه لسه في تحويلات ما زالت الى الان عالقه سواء هيمشي من عندي او هيجي عندي، وبالتالي الرقم مش دقيق، بنبدا ندقق الرقم لما بنوصل للاحصاء الاستقرار في 15/11 ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم، وبنتمنى انه يكون عام دراسي سعيد ومثمر بالنسبه للطلاب، وينال الخدمات التعليميه اللي بتقدم داخل المدارس رضا اولياء الامور ان شاء الله. شكرا لحضرتك. انا بشكر حضرتك، بس عاوز اقول حاجه قبل ما حضرتك اختم معاكي، وبوجهها لابنائي الطلبه والطالبات وللساده اولياء الامور. هذا العام من احد المرتكزات الاربعه اللي اتكلمنا عنها الوزير واكد عليها هو عودة ابنائنا الطلاب للمدارس، وبالتالي جميع القرارات الوزارية قالت واكدت ان هناك ما يعرف بكراسة الواجب عليها 10% والامتحانات الاسبوعية او التقييمية اسبوعيا عليها 20% والمواظبة عليها 10%. يعني انا بنصح جميع ابناء الطلبة وجميع السادة اولياء الامور بالحرص على الحضور الى المدارس وخصوصا في مراحل النقل، سنوات النقل في جميع المراحل الابتدائي او اعدادي او ثانوي لن يسمح ابدا ولن يسمح اطلاقا، وسوف تتم المتابعه بشكل كامل ورقابه صارمه على اي طالب مش هيبقى موجود لن يحصل على هذه الدرجات، وبالتالي هيبقى عرضه لفقد درجات كثيره جدا. فانا بقول لهم نصيحه من اب قبل ما يكون مسؤول، لابد من الالتزام بالحضور، احضر المدرسة وجرب، هيبقى عندك مدرس ملتزم موجود قدامك، احضر المدرسة وان شاء الله يكون عام جيد ومتميز لحضراتكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبة. كل سنة وحضرتك يا فندم، ويا رب كده يكون عام دراسي سعيد على حضرتك وعلى كل أولياء الأمور والطلاب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا.